بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف ارحب بس ولا هتكلم عن الاجراءات اللي احنا بشكل او باخر عملناها، لكن اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم جميعا، كل الضيوف الحاضرين للدائره المستديره اللي هنتكلم من خلالها النهارده ونقدم فرص الاستثمار اللي موجوده في مصر. فانا برحب بيكم وسعيد بوجودكم معانا، وارجو ان انتم يكون خدتم انطباع ايجابي سواء الاستثماري او حاله الاستقرار اللي موجوده في البلد هنا. لكن انا قبل ما اسمحوا لي ان انا بنتهز فرصه وجودكم، واسمحوا لي ان انا اكلمكم عن حاجه مهمه قوي قبل ما نتكلم عن الاستثمار. الاستثمار جزء كبير منه كان مرتبط باراده شعب، مش باراده حكومه او قياده، لان التحديات اللي كانت موجوده في مصر بصراحه كانت تحديات ضخمه جدا. وبالتالي لو انا اتكلمت عن الجهد اللي اتعمل من غير ما اذكر دور الشعب المصري، وانا مش بجامل الشعب المصري، مش بجامله، لكن انا باقر واقع الدور للشعب المصري اللي تحمل وبيتحمل الان ضغوط هائله ما كانش حد ابدا مصدق او يفتكر او يقدر ان ممكن المصريين يتحملوها، لكن المصريين يتحملوها في اطار ان هم بيستهدفوا تغيير الواقع الصعب اللي موجود نحو مستقبل افضل. وده امر لازم اسجله بكل تقدير واحترام، انا بقوله من جانبي هنا، لان احنا الاجراءات اللي تمت في كتير من اللي موجودين في مصر والمتابعين للشان المصري يتصورون يعني ان الامور كان في افكار افضل او في اجراءات افضل، وانا اقدر اتفق معهم واقبل ده منهم، لان دايما البعيد عن الواقع الحقيقي وعن البيانات الحقيقيه اللي موجوده للدوله ممكن يعني يتحدث عن وينظر زي ما بيقولوا كده، واللي احنا ممكن نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، لكن في فرق كبير جدا بين زي ما بقول كده الواقع اللي قدام المسؤول اللي بيحط الصورة بشكل متكامل، وبين أي حد متابع فقط للشأن وعايز يتكلم في دي. أنا بقصد في بالنقطة ديت لما بسجل للمصريين ده، لأن بغض النظر بقى على أن الإجراءات دي كان في ممكن إجراءات تبقى أكثر لطفا أو أكثر مش بالقسوة دي ممكن تتعمل، لكن في الآخر اللي اتعمل المصريين تحملوا. فعايز أقول أن مسار الإصلاح اللي احنا بنتكلم عليه في جزء كبير جدا منه مش الإصلاح الاقتصادي فقط، لكن إعداد الدولة نحو التنمية وناحية إعدادها للاستثمار الحقيقي جزء كبير جدا إن ما كانش كله بيرجع للشعب المصري. أنا عايز أدي فرصة لزمايلي إنهم يتكلموا، لكن اسمحوا لي أكلمكم وأقول إن بمنتهى باختصار شديد الجهد اللي اتعمل خلال السنوات اللي نقدر نقول الثلاثة أو الأربعة اللي فاتوا من إعداد بنية أساسية متطورة، وأنا بقول بنية أساسية متطورة وأنا أعلم ما أقوله، لأن الكلام ده على عينينا، طريق طريق ومحطة محطة وكل شيء بيتعمل كبنية أساسية. أنا بقولها بقى للضيوف اللي موجودين، إحنا إذا كنا بنتكلم على استثمار في الدولة ديت فإحنا بنتكلم على بنية أساسية متطورة، بنتكلم على طاقة سواء كانت طاقة كهربية أو طاقة غاز، بنقول ما عندناش أي مشكلة في إن أي حجم من الاستثمارات هتبقى يتم استيعابها في مصر، الطاقة بتاعتها متوفرة، مش هنوفرها، دي متوفرة بالفعل. سواء كانت الطاقة الكهربية أو طاقة غاز، والمتابع برضو للشأن كان يعرف إن إحنا كان عندنا عجز في النوعين دول خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. في نفس الوقت إحنا زي ما قلت البنية شبكة الطرق اللي ربطت وبتربط ولسه بنستكمل بقية الخطة بتاعتها، الخطة القومية ليها بتربط الدولة المصرية بشكل أكثر اتصالا وأكثر قوة، وأقدر أقول إن احنا برضو بتواضع شديد لدينا شبكة طرق تصل إلى خط الحدود الدولية لكل من حدودنا الغربية أو حدودنا الجنوبية، ومستمرين في العمل ده. عندنا دلوقتي بنرفع كفاءة شبكة المواني سواء كانت المواني البحرية أو الجوية عشان تقدر تؤدي الخدمة. مصاحب للي أنا بتكلم فيه ده وهيبقى الفرصة بعد كده زي ما بقول لزمايلي يتحدثوا عنها،
ان البيئه التشريعيه المناسبه لجذب المستثمرين احنا قطعنا شوط كبير فيها قوي، خلصنا قانون الاستثمار. وكمان قبل ما اقول خلصنا قانون الاستثمار، كان في لجان فض المنازعات، كان في اشكاليات موجوده مع مستثمرين سواء كانوا محليين او مستثمرين اجانب خارج الدوله، كان في اشكاليات، وقطعنا شوط كبير جدا في حل هذه المنازعات. وحبينا وحرصنا على ان احنا ما نوصلش ما امكن الى اي شكل من اشكال التحكيم لهذه المنازعات. يبقى البيئه التشريعيه اللي موجوده سواء كان قانون الاستثمار او القوانين اللي تضع الثقه للمستثمر في التعامل مع مصر، انا اتصور ان احنا قطعنا فيها شوط كبير. يتبقى برنامج الاصلاح الاقتصادي، وده يعني هنهي بيه كلمتي عشان ندي الفرصه للاخرين، ان احنا عملنا برنامج اصلاح اقتصادي بشكل علمي. والبرنامج ده برنامج وطني مش ابدا، وعرضناه على الصندوق وعرضناه على مؤسسات الدوليه، وبالتالي لما اتحركنا فيه كنا متحركين في اطار تصور شامل لاصلاح الاقتصادي. سعر الصرف احنا حررناه، وبالتالي ما كانش كان في تحدي كبير لسعر الدولار وندرة الدولار، واحنا عشنا يمكن سنة ولا سنة ونص في الإشكالية ديت. النهاردة احنا ما عندناش أي مشكلة، ويمكن آخر قرار خده البنك المركزي بأن هو يسمح بتداول الدولار أو بالتعامل مع الدولار في شراء السلع الأساسية. يعني عايز أقول احنا بناخد خطوات جيدة برضو بتواضع، أنا بقول الكلمة ديت في مجال برنامجنا للإصلاح الاقتصادي. أنا عايز أقول للمستثمرين لديكم فرص قوية في مصر، لأن احنا عندنا محور اقتصادي لقناة السويس، والمحور ده احنا بنتكلم على شريان، هذا الشريان بتمر فيه 20% من التجارة العالمية، تم تطويره خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بشكل رائع، خفض زمن الرحلة 11 ساعة، سمح بالتحرك بشكل متوازي، يعني الرحلة تبقى ما فيش اي تعطيل للسفن العملاقه، اي حاجة ايا ما كان حجم هذه السفن، انا بتكلم على العدد بتاعها، يعني ما فيش اي مشكله انها تعبر في وقت واحد في اتجاهين من الشمال ومن الجنوب. في نفس الوقت في مناطق صناعيه كثيره جدا على محور قناه السويس، احنا مقدمين 240 مليون متر مربع، وبنعمل تجهيز ليهم عشان نجهزهم لصالح تشجيع المستثمرين هم يجوا. وبالمناسبة برضو بنقول ان هذه المنطقة، منطقة قناة السويس الاقتصادية، هي منطقة لها قانون اقتصادي او منطقة لها قوانينها الخاصة عشان تجذب اكتر من حتى القانون الاستثمارات اللي احنا عاملينه. باختصار شديد عايز اقول نحن على محور حركة من الشمال للجنوب بتمر فيه تجارة عالمية كبيرة، نحن بنعتبر يعني منفذ رئيسي لإفريقيا بشكل أو بآخر، ولينا اتفاقيات تجارة حرة مع ثلاث كيانات فيها، وبنقول إن ده يعني بيدي فرص كبيرة جدا جدا. إحنا كمان مستعدين إن إحنا نشجع أي مستثمر جاد إن هو يجي يستثمر عندنا وهو آمن على استثماراته، وهو آمن على ان احنا داعمين ليه بشكل كامل. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس.